اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم. وصفقات كره اليد طبعا كانت صفقات كبيره ومهمه للفريق. برحب طبعا بالكابتن محمود نعمان احد نجوم الفريق واللي انضم حديثا في الصفقات الاخيره. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا كابتن عيسى. منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، شكرا. ومرحب طبعا باحمد هشام لأحد الصفقات اللي انضمت حديثا ايضا للنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. يمكن انت مش غريب على النادي الاهلي، احنا بنشوف صفقات جديده بقى، يعني انت لعبت النادي الاهلي وحصلت بقى على بطولات، بس دي عودا، يعني نقول عودا حميدا. الحمد لله، ربنا يخليك يا كابتن. يعني قول لي، بيبقى اللاعب يعني لما بيسيب، يعني يمكن عمر كان قاعد دلوقتي حالا معايا، لما اللاعب بيسيب النادي الاهلي ويرجع له تاني بيبقى حتى لما بيسيبه بقى عنده شعور عايز يرجع تاني. دي حقيقة. طبعا أنا سبت النادي الأهلي سيزون 2017-2018، بعد كده رحت نادي الجيش سنتين، بعد كده رجعت النادي الأهلي تاني. بيبقى شعور كبير وبحس بفخر إن أنا راجع بيتي تاني مرة تانية. يعني يمكن برضو وجود كابتن طارق محروس، أنت اتمرنت معاه في طلائع الجيش، مش حاسس بغربة؟ مدير فني وكمان أكيد كل اللعيبة زمايلك، يعني بتهيألي أنت مش حاسس بغربة. يعني يمكن لو لاعب محترف جاي جديد، لاعب اول مره يلعب في النادي الاهلي، انت بالنسبه لك بتهيالي ده مش موجود. طبيعي. يعني لان كابتن طارق طبعا اتدربت معاه سنه في الجيش، وبعد كده السنه الثانيه جه مدرب جديد في الجيش. طبعا النادي الاهلي مش غريب عليا، واللعيبه نفسهم مش غريب عليا، انا لعبت معاهم سيزون كامل 2017-2018. خدت ابطال كوس بتهيالي يا كابتن. خدت ابطال كوس وخدت الدوري العام. صحيح. يعني فكان بالنسبه لي مش مفيش رهبه، مفيش شعور، مفيش قلق، لان اللعيبه دي لعبت معاهم كتير. واللعيبه الصفقات الجديده زي نعمان وزي عمر ياسين وزي اسامه، كلنا يعني تقريبا لعبنا مع بعض، ما عدا طبعا كابتن اسامه لان ما حصلش فيه احتكاك. طبعا بس يعني يمكن نعمان انت يعني خدت مشوارك بصعوبه شويه، يمكن انت مكافح. أكيد. يعني انا بقول دايما عليك ان انت مكافح وخدت السلم من تحت ولسه عندك طموحات. طبعًا. ما شاء الله سنك صغير، يعني خليني اقول ان يعني انت بدات في بورسعيد، بعد كده اتنقلت لسموحه، وبعد كده جيت اصحاب الجياد. اصحاب الجياد، انا اسف، يعني انا يعني يمكن انا بتكلم على الانديه برضو اللي حققت معاها، يعني سموحه حققت معاها بطوله الشرق. يعني قصدي اقول لك حققت بطولات، يمكن مشوارك كان صعب. شعورك ايه بقى لما في نهايه المشوار ده انضميت للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا شعور يعني كويس جدا ان انا انضم لنادي زي النادي الاهلي، نادي القمه. طبعا طموحات مختلفه، جهاز فني على اعلى مستوى، جمهور، كل حاجه هنا احترافيه وكل حاجه هنا مختلفه عن الانديه الثانيه اكيد طبعا. طب نعمان قول لي، انت ابتديت فتره الاعداد كامله مع الفريق مظبوط ولا يعني جيت دخلت متاخر شويه؟ بس دخلت في نصها كده. طيب وهل الاعداد كان كافي؟ انت شايف ان دلوقتي احسن يعني ولا محتاج لسه وقت اطول مع الاعداد؟ يمكن لعيبه المنتخب رجعوا، شايف الاعداد ازاي؟ جاهز؟ انا يعني شفتك النهارده ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، يعني ما شاء الله واقف على رجلك في الملعب، شكلك كويس قوي. شايف الاعداد كافي يا كابتن؟ والله هو الاعداد كافي، وكنا اتمرنا كويس جدا مع كابتن طارق، لعبنا ماتشات، كم ماتشات محترم، وكنا وقدمنا فيه مستوى طبعا بنعلى. بنعلى واحده واحده. بس لعيبه المنتخب يعني انضموا لينا متاخر، فمشكله بس في مرحله الانسجام، يعني الانسجام اللعيبه الجديده مع اللعيبه القديمه، مع اللعيبه اللي موجوده. اول ما يحصل حاله الانسجام دي ان شاء الله الفريق هيعمل اداء كبير، يعني ان شاء الله ان شاء الله. طب نعمان، حاسس ان احنا يعني الاهلي يعني جاهزين معنويا وفنيا لاستعاده البطولات، خاصه احنا بنسجل النهارده في بدايه الموسم لسه ما لعبناش بطولات، انت حاسس ان احنا جاهزين لده؟ والله اكيد طبعا، يعني مجلس الاداره ما بخلش بحاجه خالص، بدايه من الجهاز الفني محترم جدا طبعا، كابتن طارق مدرب محترم جدا، والصفقات عملوا صفقات كويسه طبعا، من ضمنهم محترف وكل الصفقات اللي جت، وغير اللعيبه اصلا اللي موجودين في النادي الاهلي لعيبه على اعلى مستوى طبعا. اكيد طبعا. يعني ان شاء الله ان شاء الله اول ما يعني والروح عامله ايه؟ يعني لا، الروح كويسه جدا، لعيبه محترمه جدا طبعًا طبعًا طبعًا. فنيا واخلاق وكل حاجه، لعيبه سهل تخش في وسطهم طالما هم عايزين ده، طالما انت هتفيدهم فاكيد هم هيسمحوا لك ان انت تخش وسطهم بسهوله. يعني اكيد يعني، واحنا فرحانين بيك وبوجودك والله، واكيد ان شاء الله هيبقى لك دور كبير، انا حاسس ان شاء الله من يعني من الطاقه اللي عندك الايجابيه اللي شفتها حتى في النهارده في الملعب. اكيد طبعا، اكيد اكيد ان شاء الله. أكيد. احمد، يمكن اجي لك، انت خدت بطولات مع الاهلي اوريدي، خدت دوري، خدت ابطال كؤوس، يعني زي ما بيقولوا شفت المكسب مع النادي الاهلي. شايف ان احنا مقارنه ب 2017 موسم كان حلو بالنسبه لنا، 2017 خدنا فيه بطولات وكان شكل، شايف ان شاء الله على تحقيق انجاز كبير
من ان احنا مثلا ناخد بطولتين ثلاثه؟ شايف ده النهارده يعني ان شاء الله؟ طبعا هو الصفقات اللي النادي حققها صفقات كويسه مع الموجودين، ده يدي مبشر حلو ان احنا ان شاء الله نروح لابعد نقطه موجوده. لا عندنا تركيز في الاول بطوله الدوري، والحمد لله الماتشات جايه بسيطه، جايه في الاول اعداد كويس تعتبر تمهيدي لغايه بطوله افريقيا. دي فتره اعداد تعتبر مناسبه وفتره معايشه لكل اللعيبه، حتى الناس الجديده يبقى في فتره معايشه يتاقلموا مع بعض عشان بطوله افريقيا ان شاء الله هو ده هدفنا باذن الله. اكيد يعني. طب احمد انا يعني حتى متوسط اعمار الفريق قل كتير. يعني النادي الاهلي لو حسبنا متوسط اعماره هنلاقي انخفض بشكل ملحوظ يمكن السنتين ثلاثة، حتى الصفقات اللي جاية أغلبها صفقات شباب صغيرين. يمكن ده يعني حلو مع لعيبة خبرة موجودة زي إسلام، زي أسامة الجزيري، زي لعيبة كتير خبرة. شايف إن احنا يعني الاندماج ده أو التشكيلة اللي معمولة يعني مفيدة، شايفها بشكل مختلف، شايفها تبقى ليها إضافة في الدوري بحيث يبقى عندك شباب وخبرة؟ أكيد طبعا، هو كابتن طارق كان كل هدفه في الأول إن هو يجمع بين الخبرة وبين الشباب، يبقى فيه طبعا زي كابتن إسلام، كابتن المصري، كابتن أسامة، كابتن ممدوح، كابتن عمر ياسين، دول خبرات كبيرة ولعبوا على مستوى عالي ومستوى دولي مع الشباب اللي طالعين. طبعا ده يعتبر هم عواميد الفرقة. صحيح، هم احنا الشباب كعواميد واللعيبه الكبيره هم السقف مثلا. اكيد، فده بيكمل بعض. بنكمل بعض في اي بطوله. هم اللعيبه الكبيره طبعا مرت بحاجات زي كده وشاف الفوز كتير، واللعيبه الصغيره نفسها تشوف الفوز ده، فده انا شايف ان هو كيمستري حلو قوي بين الجيل ده والجيل ده. يعني بيتهيألي الجيل الموجود ما شاء الله يعني الحته دي حلوه فيه. يعني طبعا يعني بيتهيألي جيل محظوظ، في ناشئين، في شباب، في خبره، فبيتهيألي ده اكيد هنعكس بالإجابة على الفرقه اكيد بدون ما نحس. طب خليني اسالك برضو، يمكن انت عندنا بطوله افريقيا في مصر ان شاء الله المفروض قالوا انها تتلعب، حتى الان المؤشرات اللي جايه ايجابيه انها تتلعب ان شاء الله. ان شاء الله. شايف مين ممكن يبقى منافس لينا؟ يعني انا عارف ان سقيه الزيت من تونس طبعا حامل لقب الكاس ممكن يجي، الترجي حامل لقب الدوري ممكن يجي، طبعا الاهلي زمالك اكيد في مصر هيشاركوا. شايف المنافسين تانيين مين ممكن يكون بقوه على بطوله افريقيا؟ هو طبعا الفرق دي اللي حضرتك قلتها دي اقوى فرق يعتبر، وطبعا انا ما اعرفش الفرق اللي داخله مين تاني، بس الفرق اللي احنا ان شاء الله في الاول هتبقى تتقسم مجموعتين، الاهلي طبعا في مجموعه والزمالك في مجموعه. ده هتبقى حاجه كويسه ان احنا لما تبقى مجموعتنا على حسب لسه ما اعرفش ايه مجموعتنا، لو مجموعتنا ان شاء الله تبقى بسيطه نقدر نروح ناخدها تدريجيا. في ناس بتقول لك لما المجموعه تبقى قويه بيبقى احسن، بلاقي السيمي فاينال اسهل والفاينال بيكون اسهل. هو يعني في مدرسه كده وفي مدرسه كده. هو في طبعا مدرسه كده ومدرسه كده، بس زي مثلا بطوله العالم اللي هتتلعب في مصر، في مثلا اللعيبه الفرق الكبيره بتحب تاخدها تدريجيا، اللي هو قبل ما زي المكنه تسخن. بالظبط، هو بيحب ياخدها تدريجيا، بس احنا الحمد لله هنكون مستعدين عشان احنا هيكون عندنا 5 ماتشات قبل بطوله افريقيا. منهم ماتش كويس وتقيل زي فرقه سبورتنج، ده قبل التوقف. ده كويس. ده قبل التوقف على طول، فده طبعا فتره اعداد مناسبه جدا مع بدايه الماتشات اللي في افريقيا، ده يخلينا ان شاء الله نبقى عيننا على البطوله باذن الله. صحيح. يمكن ارجع لك نعمان، انت اكيد قبل ما تنضم النادي الاهلي الاول قبل ما نخش في البطولات وكده، انت المفاوضات بدات ازاي نعمان؟ هي كانت غريبة شوية. قول لي. لا احكي لي. يعني لا كابتن طارق، انا لما كنت في السعودية في العدالة كان كابتن طارق برضو كان ماسك اهلي جدة، وتقابلنا هناك. ده قريب. ايه؟ ده قريب بس السنة اللي فاتت على طول. السنة اللي فاتت على طول تقابلنا هناك وكده، ولما جيت كان حصل اتصال وكان يعني كانت خلاص المفاوضات قريبة، بعد كده الدنيا المفاوضات وقفت شوية. انت كنت حر ولا كنت مرتبط؟ لا ما كنتش حر، كنت لسه كان لسه لي عقد سنه في نادي سموحه. فبعد كده لما المفاوضات وقفت شويه كنت خلاص يعني يومين ثلاثه كنت قريب خلاص من اللعب في الدوري الاماراتي، كنت خلاص مسافر الامارات. كنت رايح على نادي ايه؟ على نادي مليحه. فيوم وليله كابتن طارق يعني كابتن محمد يحيى كلمني قال لي تيجي التمرين بكره. كابتن محمد يحيى طبعا مدرب العام. فبنكلم يعني النادي وكده، بكلم باشمهندس فرج قال لهم انا خلاص سبته لنادي الاهلي يعني. ودي يعني يمكن كانت البدايه غريبه شويه، بس انت يعني بس اكيد رغبتك حسبت يعني برضو. اكيد لما جت بقى المفاوضات رجعت تاني او كده، اكيد انا حسمت موقفي ان انا العب في النادي الاهلي اكيد طبعا. طب قول لي البطوله اللي انت نفسك تاخدها ايه؟ يعني بص الدوري خلاص كاس، ايه البطولات اللي انت حاسس نفسي لا انا جيت الاهلي عايز اخد البطوله دي؟ والله اكيد يعني
السوبر الافريقي يعني ده من اهم البطولات اللي الاهلي بيشتغل عليها بشكل كويس وبيحاول يكسبها. وطبعا اكيد اللعب في كاس عالم انديه ده ليه يعني شرف كبير يعني ان شاء الله تلعبها وان شاء الله نفتكر الحوار ده ونفتكره معاك يا رب. طب قول لي انت اكيد يعني قبل ما تيجي برضو انت كنت متابع النادي الاهلي وعارف اللعيبه طبعاً. مين اللعيبه اللي انت كنت جاي نفسك تلعب جنبهم او حاسس انت لو لعبت جنبه يعني وانا لعيب كنت تقول والله انا رايح النادي الاهلي مثلا يعني جيت النادي الاهلي لا انا كنت عايز العب جنب فلان عايز العب جنب طارق الغنام مثلا فبيبقى في لعيب انت بتبقى منمر عليه نفسي العب جنبه حاسس ان هادي مين هنا والله يعني مش هكدب قلت الفرقه كلها طبعا الفرقه كلها نجوم وكل حاجه اكيد الله. طبعا منهم يعني كابتن اسلام طبعا رقم واحد ده كابتن الفرقه و طبعا طبعا يعني اكيد الواحد يلعب جنبه بيستفاد منه كتير او على طول بينقل خبراته لينا كلنا في برضو عندنا حراس على اعلى مستوى حراس طبعا محترمين جدا عليهم. الواحد يعني بيبقى مبسوط لما بيبقى ورا حارس زي ده وهو بيلعب طبعا كابتن ممدوح طه كل الناس اللي يعني كل اللعيبه الخبرات اللي موجوده اللي الواحد يتعلم منها ويلعب جنبها يبقى شرف طبعا. صحيح صحيح. يمكن احمد اجيلك كابتن طارق محروس في الصفقات بامانه يعني احنا لاحظنا انه جايب لعيبه انا اتكلمت معاكم كلكم بصراحه بس هو يعني تعاقد مع لعيبه ليهم مواصفات شخصيه معينه يعني انا شايف ان الحقيقه اتكلمت معاكم كلكم اتكلمت مع كابتن اسلام كابتن الفريق يمكن انا شايف انه عايز لعيبه رجاله بصراحه يعني العمان بيهز راسه ويقول يعني هو انا قعدت معاكم انا حاسس خمس رجاله جايين فعلا طاقه ايجابيه عايزين يلعبوا عايزين ياكلوا الملعب رؤيتي صح يا احمد؟ دي حقيقه. هو قبل ما اجي النادي الاهلي هو اتكلم معايا قال لي دلوقتي انت جاي نادي كبير اكبر نادي في افريقيا ومن اكبر النوادي اللي في العالم. صحيح. دلوقتي انت مش لازم يكونش ليك سقف ما ينفعش ان انت يبقى سقفك ان انت بس يا دوبك تحط رجلك في النادي وخلاص لا انت سقفك تبقى رقم واحد في مكانك سقفك تبقى رقم واحد في مصر سقفك ان بوابه النادي هي اللي تفتح لك الاحتراف لو حطيت تارجت ان انت تبقى كده انت هتبقى كده لو ما حطيتش تارجت خلاص انت كانك مسافه ما دخلت مسافه ما هتخرج بس خليني اقول لك بيقول لك الكلام ده عشان هو عارف ان عندك انت الكلام ده صح دي يعني حقيقه يعني هو كابتن طارق طبعا مربيني وهو من نادي الجيش اول ما مشيت من النادي الاهلي هو قال لي انا عايزك معايا في نادي الجيش وانت هتبقى اضافه كان مؤمن بيك وكان مؤمن بموهبتي وكده وربنا كرمنا في نادي الجيش ساعتها خدنا ثالث دوري وثاني كاس كان موسم كويس الحقيقه خلي بالك المواسم اللي عملها معاكوا كابتن طارق دي لاهلته يمسك منتخب مصر دي حقيقه هو كان ماشي بسيستم جديد كان لسه ما دخلش مصر اللي هو كان السنتره السريعه واللعيبه الصغيرين جدا اللي كلهم في الملعب فطبعا لما اي فرقه كانت تيجي تلعب نادي الجيش يقولوا ايه الفرقه الصغيره اللي نازله تلعب دي صحيح فكله كان بيستغرب فهي دي كانت الفكره اللي هو كان بيحب يعملها صحيح ويمكن هو كان برضو وجوده مع المنتخب خلاه يقرا برضو مستقبل كره اليد رايح فين دي حقيقه يعني خلاه يشوف الدنيا جايه فين رايحه فين مين الدنيا ماشيه ازاي فخلاه في حته الصفقات يبقى يعني عايز نوعيه معينه بتهيألي يعني انا ما قلت الكلمه دي انت حتى ضحكت يا نعمان هو عايز لعيبه رجاله وهو شافك في الغربه خلي بالك اللعيب بيبان برجوله في الغربه انت كنت في السعوديه هو في السعوديه وشافك أيوة بتأدي ازاي ممكن لعيب يروح الغربه يبقى مستهتر مثلا انا اسف يعني بس هو شاف منك ان انت راجل وبتلعب برجوله وبتاع فهتلاقي ده كان احد الاسباب انه تعاقد معك اكيد اكيد ده كابتن طارق يعني مش اول تفاوض يحصل بيني وبينه لما كان راح الجيش في الاول كان في تفاوضات يعني مفاوضات متقدمه جدا ان انا كنت العب معاه بس ما كنتش اعرف ان هو اللي رايح يمسك نادي الجيش طبعا كانت تفرق كتير لو انا عارف طبعا طبعا الواحد لما يجي يتمرن مع يعني مدرب يبص على اللعيبه اللي بيتمرنوا على ايده صحيح فلاقيهم اغلبهم بيعلى او ان هم مستواهم بيزيد بطريقه ملحوظه فاكيد لاي لعيب بيتمنى ان هو يتمرن مع مدرب زي ده يعني اكيد خلي بالك ان عمان برضو حته مهمه انت قلتها برضو انت من اللعيبه اللي خد المشوار من الاول اكيد طبعا يعني انت بدات من فرقه صغيره الفرقه طبعا احترامنا لكل الفرق أكيد. انا بتكلم على المنافسه يعني فرق بعيده شويه عن المنافسه لفرقه اقرب لفرقه اقرب لسموحه طلائع الجيش رحت السعوديه جيت النادي الاهلي بتهيألي انت طموحاتك عماله تكبر شويه اكيد فطموحاتك يعني اكيد منتخب اكيد ده وضع طبيعي جدا ان شاء الله. شايف ده بيقرب مع النادي الاهلي ولا لسه بعيد اكيد بيقرب مع النادي الاهلي هو حاليا انا مش موجود في القائمه بس انا يعني مركز دلوقتي مع النادي ومع الماتشات وبطوله افريقيا والماتشات الدوري الجديد اللي هيبدا ده هو ده اللي هيقرب الواحد شويه من طموحاته يعني اكيد بس خليك فاكر ان شاء الله انا هنفكر بعض
هتخش المنتخب ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. لانه انت يعني انا بقول لك اول ما اتكلمت معاك انا بحب نوعيه اللعيبه المكافحه، واللعيب اللي هو ما يقولكش انا ظروفي صعبه او ان انا بعيد او ان انا بلعب مثلا فرقه ما بتنافسش فافضل في الفرقه دي. لا، واضح ان انت حاربت، انت راجل ضحيت بالدوري الاماراتي، وطبعا ما ادراك ما الدوري الاماراتي طبعا. فانت ضحيت بده عشان تقعد في النادي الاهلي، فالشخصيه دي لازم تبقى حاجه تانية يعني. ان شاء الله ان شاء الله. احمد، طب اجي لك برضو يعني، خلينا نتكلم على مستوى الفرق المنافسه. احنا في مصر يمكن الزمالك هو الفريق المنافس الوحيد، يمكن على مستوى افريقيا يبقى في 3 4 فرق تانية. انت اكيد متابع الدنيا ومتابع الانتقالات ومتابع هنا ومتابع هنا. يمكن نادي الزمالك ما ضمش صفقات كتير يمكن السنه دي. هم كانوا السنه اللي فاتت حالتهم كويسه، فريق كويس. شايف النهارده المنافسه ما بيننا وبين بعض في الدوري المصري شكلها ايه؟ لا، هو والله انا شايف المستوى متقارب جدا، مش فارق يعني اي شخص، هو اللي هو اللي يفرق بس الروح والملعب. صحيح. على حسب الماتش طبعا الاخطاء بتبقى اقل، خاصه ان كانت الماتشات بتبقى كلوز قوي يعني. جونين يعني الدنيا قريبه كانت بتبقى. هو اللي يختلف بس في كل سنه مثلا هو الاخطاء اقل هو اللي بيكسب. صحيح. اما كصفقات وكعناصر، الاهلي طبعا مليان عناصر ومليان صفقات، مش يلعب في الدوري المصري، لا ده يلعب في افريقيا وهو مرتاح. انا بقول لك ما شاء الله النهارده بتفرج على الماتش يعني، اللهم صل على النبي يعني. انا خايف احسدكم يعني، حاجه تفرح بصراحه. دي حقيقه يعني. انا بقول النهارده الفريق اللي معايا كله بقول له ما شاء الله، انا اول مره اقعد كده ابقى سعيد بفريق اليد. بس طبعا ان شاء الله يعني اتمنى لكم التوفيق طبعا. باذن الله باذن الله. وخلينا نقول انه الموضوع مش هيبقى سهل طبيعي يعني اكيد. بس انا شايف ان انتوا خدتوا اعداد كويس يعني مع كابتن طارق، اللعيبه المنتخب خدت اعداد كويس. الخمس ماتشات يمكن اول ماتش المعادي معاكم صح؟ المعادي بعد كده ايه يا كابتن؟ ماتشات ايه؟ معادي، بعد كده شمس، بعد كده عندنا بورسعيد، بعد كده عندنا اصحاب الجهاد، بعد كده سبورتنج. سبورتنج اخر ماتش ده اللي هو قبل التوقف بتاع بطوله افريقيا، وانا شايف ان الموضوع كويس لان احنا واخدينها كسلم. يمكن نعمان يعني اول ما انضميت للنادي الاهلي اكيد اي لاعب في رهبه، فرقه جديده، ناس ممكن اول مره تلعب معاهم، يمكن الجهاز الفني مش غريب عليك، اكيد كان في رهبه. اول ماتش لعبته ايه يا كابتن؟ اكيد طبعا كان ماتش الظهور تاني يوم على طول. اول ما جيت مفيش هزار يا كابتن، مفيش هزار مع كابتن طارق، ما انزل على طول العب. نزلنا والحمد لله كان ماتش كويس. الحمد لله. اكيد طبعا الواحد بياخد وقت بس على التاقلم، اول ما يتاقلم على الفرقه خلاص الدنيا بتبقى تمشي بشكل طبيعي يعني، بشكل طبيعي. طب انت حسيت الحمل كان عالي طبعا، لان هو كابتن طارق قال انا معالي الحمل البدني جدا. يمكن حسام العناني، دكتور حسام العناني معاكم، في هل في ديالوج بينك وبينه؟ هل لو حسيت بشكوى بتروح له؟ هل بتقول له لا النهارده تعبان شويه؟ ولا الكلام ده ما عندكوش؟ الكلام ده في اليد انا عارف بيبقى صح يعني. اكيد في كابتن طارق بيحس طبعا يعني، والجهاز الفني بيحس طبعا اللعيب مثلا لو في حاجه او كده لا لازم يريحوه، يبقى في جلسات، في طبعا فريق طبي كامل، في دكتور وفي علاج طبيعي وفي كل حاجه، بينسقوا مع بعض، بيشوفوا لو اللعيب ده يعني يستحق راحه او في حاجه اكيد بيوقفوا تمرين يعني. طب قول لي احترافك للسعوديه جه ازاي؟ والله عن طريق يعني كان في نادي كان اللعيب بتاعه اتصاب وكده، وكان في مين الجهاز الفني؟ كان مصري ولا لا؟ كان جزائري. كان جزائري. وكان معايا محترف تونسي تاني هناك. طب يعني هم شافوك فين؟ يعني كان في لا اللاعب هناك كان اسمه محمد غريب، كان لعب في النادي ده وكده، وطلبوا منه لاعب. فرشحك. فرشحني ليه. واكيد شافوا فيديوهات وطبعا وكل حاجه. بعد ما شافوا كده الكلام ده رحت هناك، والحمد لله كانت فتره طيبه يعني لغايه اما الدوريات كلها وقفت يعني. اكيد استفدت بالتجربه دي اكيد. اكيد طبعا أكيد. كان مدرب هناك محترم وكانت يعني تجربه اكيد انا مبسوط بيها يعني. صحيح. ان شاء الله هتفيدك مع النادي الاهلي اكيد. طبعا إن شاء الله. اكيد ان شاء الله. يمكن احمد اجي لك برضه في حته يمكن منتخب مصر، انت بعين اللعيب شايف منتخب مصر قادر ان هو يعمل حاجه في كاس العالم اللي جاي، خاصه الحمد لله القرعه خدمتنا شويه. منتخب مصر كعناصر ما شاء الله يعني، ما شاء الله من احسن عناصر موجوده في مصر، اذا كان شباب ناشئين لعيبه كبيره، المنتخب فيه كيمستري جامده بين اللي هو اللعيبه الصغيره مع اللعيبه الكبيره، وان شاء الله يقدر يعمل حاجه في كاس العالم ده. تتوقع ان شاء الله ان احنا ممكن على الاقل نوصل سيمي فاينال ويعني؟ انا اتمنى والله، بس هو ان شاء الله يعني ان شاء الله نروح لابعد نقطه موجوده يعني. حسب البطوله ما تبتدي. يعني انت قصدك تقول ان لما البطوله تبتدي هنشوف الدنيا فيها ان شاء الله يعني. هو المجموعه بتاعتنا كويسه مش وحشه بالنسبه طبعا للمجموعات الثانيه. وان شاء الله لما نطلع ونتاهل ونكسب يبقى لينا فرصه كبيره ان شاء الله في الدور الثمانيه.
طب انت شايف يعني برضو بحكم متابعتك واكيد انت على درايه موضوع اوروبا ان ما عندهاش دلوقتي في كورونا, ما فيش سفر, ما بيعملوش ماتشات كتير وديه, شايف ده يعني صالحنا ولا شايف برضو ما هو موضوع برضو يعني يعني ما هو علينا وعليهم. ايوه ده حقيقة. بس اكيد ده يعني شايف ده ازاي. بس هو كأي منتخب في أوروبا لا بيعرفوا يلموا نفسهم قبل البطولة طبعا, احنا لسه قدام البطولة لسه في كام شهر, فهو بيعرفوا كويس قوي ان هم يلموا نفسهم, ليهم سيستم بيمشوا عليه كنظام بروجرام كامل من بداية اليوم من اول ما يصحى لحد ما ينام. فاللعبة دي لعبة محترفة عارفة جاهزين على طول. طبعا يعني مش اللي هو موضوع الكورونا ده على الكل, على كل ما احنا يعني احنا لو هم اتأذوا اكيد احنا برضو هنتأذي. يعني برضو ممكن يكون مش هناخد الجرعة بتاعتنا بتاعت الماتشات الودية كلها. صحيح. فده ممكن يأثر علينا هم. صحيح. برضو نفس الحكاية مش هيقدروا يلعبوا فرق كتير, فده ممكن يأثر. صحيح. عليهم. صحيح. بس طبعا اول ما تبدأ البطولة كل ده بيتغير. صحيح. كل ده يمكن ناحية المعنوية بتفرق كمان طبعا. دي حقيقة, وبالذات اما البطولة هنا في مصر انا متوقع مع الجماهير احنا نروح في حتة تانية. موضوع الجماهير ده ما تحسمش برضو عشان موضوع كورونا برضو, هل هتحضر بس جماهير؟ برضو احساس وانا بلعب في مصر ووسط بلدي ووسط. صحيح. الناس. صحيح. ده احساس كبير. صحيح. جدا حتى لو الجماهير مثلا قليله, لا احساس ان انا بلعب في مصر وبلعب باسم مصر وشايل المسؤوليه دي. لا زي برضو هنرجع لبطوله افريقيا 2016 مصر اخذتها من تونس هنا في مصر. في مصر. فيعني الارض بتعمل معجزه الحقيقه. يعني بالظبط. احمد والله انا سعيد جدا يعني بلقائك ونورتني وشرفتني في قناه النادي الاهلي, واتمنى لك كل التوفيق مع النادي الاهلي. شكرا جزيلا. ربنا يخلي حضرتك. يمكن محمود نعمان بشكرك شكرا جزيلا, نورتني وشرفتني واتمنى لك من قلبي فعلا كل التوفيق. انا متشكر جدا يا كابتن هيثم وشكرا على كلام حضرتك. اعزائي المشاهدين طبعا زي ما حضراتكم شفتوا والتقينا مع صفقاتنا في كره اليد, الحقيقه منتهى الحماس منتهى الرغبه في تحقيق البطولات, اضافه قويه نتمنى ان شاء الله يحصدوا البطولات مع الفريق اللي موجود دلوقتي. والحقيقه احنا كنا حريصين نطلع من هنا من مقر النادي الاهلي عشان ننقل لكم, حتى ما حاولناش نجد اللاعبين, حاولنا نكون معاهم هنا بعد المباراه بتاعه حدائق الاهرام المباراه الوديه اللي لعبوها النهارده. اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم, واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده مع الابطال وقصص جديده وابطال جداد من داخل النادي الاهلي. شكرا جزيلا.